تمسك جانب النسوان تلقى النساوين متبرجات، قليل المرأة اللي بتطبق أو تلبس الزي الشرعي الجفي. قول الله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، هنا والجفي قول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الجفي قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. سبع شروط للحجاب الشرعي. أول شيء يكون طويل مش قصير، ترخي الثوب، ترخي الثوب لحد يصل الواطأ من فوق، مش كعب ظاهر والقدم ظاهرة والساق ظاهر، بلاوي تقيلة. اثنين، أن يكون واسعا فضفاضا غير ضيق، يصف المرأة ويصف جسد المرأة، يكون واسع مش ضيق. تسيب البس ضيق وتلقى المرأة يعني تتجسم عورتها ومحاسنها ومفاتنها، ونعوذ بالله. ثلاثة، ألا يكون شفافا، ما يكون شفاف. أربعة، ألا يكون مطيبا، ما فيه ريحة، لأن ده فيه وعيد، إذا مرت المرأة بالرجال فوجدوا ريحها ده فيه وعيد شديد. خمسة، ألا يشبه ثوب الرجال، يكون يعني بيشبه شنو؟ هدوم الرجل. وهسي بيلبسوا بناطلين، بيقول بنات هسي جنوا عديل، فقدوا المنطق ولا جنوا عديل، بيقول البسوا بناطلين، واولاد بيقول كيف كيف، اتقلبت الشغله، مال حسابك؟ اولاد بيقول يتمسحوا بمسوح معين وحاجات معينه، يتكشفوا، تقول دار يبيعون زي الركشات، اولاد ذاته لو جه حرامي ياخذ راحته ذاته، لانه بيلقى الشغله قريبه من بعض ذاته، يقول لك وده ذاته ده بضايره بيجاي ودي بضايره بيجاي، واشيل حاجتي وبمشي، ممكن يصحيها عديل، ولا اقول قوم هنو قوم انا دار اسرق، ها واضبحك، هاي خلاص بس على الله ما تجي عندي امشي في غادي، لانه بقى في النهايه منتهي ذاته، بقوا بيتعشوشه كلهم ما فوت دبرك الا من رحم الله، فاهم كلامي؟ فده الموضوع بقى خطير، ما رجوله كذي وفحوله الا من رحم، الا عند من رحم الله تعالى. زول يجي ماشي كذي دي في الواطه دي، لما الناس ذاته معتز بدينه، زول راجل وزول اسد كذي ولبسه لبس رجال، كلامه كلام رجال وهيئته هيئه رجال ومواقفه مواقف رجال، الموضوع ده شويه بقى غايته. انتوا هسه الحمد لله في المناطق دي، ومناطق اهلنا ومناطق اهلكم وغيره يعني من البلد دي بعيد من بعض المدن المعينه، الحمد لله في عافيه او كثير من العافيه لو ما دخلنا الشر، والحمد لله. نسال الله يديم الخير وان يزيده. فالمراه ثوبها ما يكون يشبه ثوب الرجال، لانه ده فيه لعن، تشبه المرأة بالرجل وتشبه الرجل بالمرأة، بناطلين حرام، مرأة دي ما تلبس بنطلون ولو تحت العباية، ما تلبس ولو تحت العباية، لأنه في الهواء بيجسم جسدها، يقول لك جوا العباية ما يلبسوا، أي انت هسه تحت الجلابية بجوز تلبس سكيرتي، بجوز الله ما بجوز، لأنه حق المرأة، ولا بالدس ولا بالدس، هي برضه ولا بالدس، الموضوع ما واضح.
ولا ما واضح يا جماعة؟ واضح. البيجاي ذي المعلمين إما قاعدوا جنب الحيطة دي ذي نحزب معلمين. أنا تكيفت من شفت ذي البيجاي والله ما شاء الله عندكم شفع، أسأل الله يزيدهم، اللهم بارك. كمية ذيل إن شاء الله بيقوموا صواريخ بس بتاع التوحيد أولادنا ذيل والله إن شاء الله. هاللون عند بيضحك ده شفته في جلابية ده إن شاء الله البلد دي جت يوقفها لك على كراع وادي إن شاء الله. والله شفت المسخنين من صغار بيلبسوا جلاليب ذيل يقول لك توحيد. ووك أمس مشينا غرية، مشينا منطقة ما غرية سنار، ولد صغير جمع أبوه قال وروني فلان، بس وروني فلان يسلم عليه واحد من اخواننا الدعاة الى الله تعالى بيحضر في المقاطع. مسخنين دل من صغر تلقاهم بيسمعوا ويحفظوا ويبينوا التوحيد ويبينوا كذا. زي ما كنا بندرس في مدرسة ولد قال لي جدو، يا جدو يا اخ الصفوف دي يا اخ بالكرعين يا اخ، وجدو دمه بفور لما نيجي يخد كراعه جنب كراعه في الصلاة بيتضايق. دي حاجة انا قال بعد شوية ناقشوا وصغير الجنة. قال لي واجدوا في ناس كمان قالوا لنا بدعوا عادي للشيوخ. قال لي يا ولد دي ما فيها شيء، انت برضو مشرك يا جدو، يعني انت مشرك عديل. قال لي فذا يعني في النهاية ربوه من صغير انه يبغض الشرك، مع انه نحن ما انصار انه زول يكفر الناس الا بعد اقامة الحجة. ايوه تحقق الشروط وانتفاء الموانع. فالمرأة جماعة ثوبها ما يشبه ثوب الرجال، بناطلين دي نهاية تمرقها من البيت نهاية، ما في تلبس لا بنطلون. سادسا ألا يشبه ثوب الكافرات، أو من تشبه بقوم فهو منهم كما في مسند الإمام أحمد. مش عرض زياء ولبس كيف وشوف انا ما عارف ذاته. مر عليك الله المره دي في دار الاسلام مكرمه ومحترمه، والراجل يمرق يشتغل ويجي في البيت هي مرتاحه الا خدمه بيتها دي، وتلقاه يحميها ويوديها المستشفى لما تمرض، يجيب لها الاكل لما تجوع ويلف بها على اهله فرحان بها، يلف على ارحامه ولابس الزي الشرعي ويحترمها ويجلها احتريمة جدا ويجلها، وما يرضى مرته دي يسيمة ما يرضى يجيبه، يسيمة ما يرضى زول يجيبه، ويمشي للغرى والمناطق انتوا نسايبي وكذا وانا اتزوجت منكم. هاتوا البلد دي والله بيحترموا المرأة إلا من شاء الله. بعد ده تقعد تقلد لها في كافرة مشغليننا في الأسواق وفي عرض الأزياء ويبيعوا في جسدها وسلعة أرخص السلع. والله قال تعالى محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، سفاح واتخاذ الخدن مصائب كثيرة جدا ومزلولة برا المرأة برا ديار الإسلام مزلولة، عبارة عن بس قضاء وطر بس شهوة، ولا عندها أبو بغير عليها ولا عندها زوج بتحترمه يحترمها، ولا عندها أسرة مكونة في النهاية بيجاي وبيجاي ولافة وجايطة وما في حاجة، ويأجروها إيجار عديم مشردة. الكلب عنده بيت معين بيقعد فيه بيأكلوه يشربوه كذا، مع انه ذاته قعدته في البيت مشكله، هي لافه ساي بس لافه كل يوم بيجاي وبالفريق ذاك والفريق ذاك. ليه المراه المسلمه المحترمه تقتدي بهذيك؟ ليه؟ الا يشبه ثوب المراه المسلمه ثوب الكافرات او ثياب الكافرات. سبعه ألا يكون زينة في نفسه، ما يكون يرقش وزينة وزخارف وكذا وكذا إلى آخره. إذا توفرت الشروط السبعة دي والمرأة لبست الزي الشرعي دي التبشير ساي،
كانت على العقيدة وبيصلي وكذا إلى آخره موحدة، ده خير تقيل. لكن انتشار الآن التبرج معاصي شغال. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس أو يضربون الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت أي المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.